فضيلة الشيخ أحفظكم الله شهد الله أني أحبكم فيه، ما رأيكم في من يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية في حديث على رجل يتصدق على هذا، أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه، والذين تأخر عن الصلاة وقام جماعة ثانية ليس فيهما متصدق، وأن فإذا لا تقام الجماعة الثانية لأن الأصل في العبادة المنع. أفيدون جزاكم الله خير. من قال أن الأصل في إقامة الجماعة المنع؟ أي حديث يدل على أن هذا ممنوع؟ أنا ما خالف، نقول هذا. هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول لا تعيد الجماعة؟ ما جاء. ثم إذا كان الرسول أمر واحد يقوم ومصلي مؤدي الواجب عليه يصلي مع هذا، كيف اللي ما أدى الواجب؟ لأن الآن نقول إذا دخل اثنين بيصلوا فاتم الجماعة، نقول أنت الآن مطالب بالجماعة وأنت الثاني مطالب بالجماعة. فإذا كان الرسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا، فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لا تصلي جماعة؟ هذا قياس منقلب. وأما تسميته هي صدقة فنعم، لأن الرجل اللي بيقوم معه قد أدى الواجب عليه، فصلاته الثانية تكون صدقة، فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه. لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعا ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هي صدقة ولا حرام؟ واضح، لا يمكن أن نفعل مستحبا لانتهاك محرم لو كان محرما. فالمهم أنهم يعني هذا تعليل لا شك أنه عليل، بل أقول أنه تعليل ميت ما له روح إطلاقا، لكنهم استدلوا بأن ابن مسعود جاء مع أصحابه يوما وقد فاتتهم الصلاة فانصرف وصلى في بيته. عرفت؟ هل فعل ابن مسعود حجة مع وجود السنة؟ لا، هذه واحدة. ثانيا، هل ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام في المسجد أو لسبب آخر؟ ما ندري، ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس وأن يتهاون ويقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه تفوت الجماعة، إذن نحن من باب أولى. ربما كان ابن مسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء، فيقول الإمام ابن مسعود تأخر ليصلي بأصحابه لأنه يكرهني مثلا، فيقع في قلبه شيء. خاف ابن مسعود أن لا يقع في قلب الإمام شيء، لأنه يعرف ابن مسعود مثلا ولا بينه وبينه شيء، لكن غير ابن مسعود يقول ابن مسعود تخلف عن هذا الإمام لأن هذا الإمام فيه شيء. ابن مسعود رضي الله عنه ما ندري وش السبب، وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل المسألة الاحتمال، والعلماء يقولون إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. ولكن كما قلت لكم أولا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجماعة الثانية في من فاتت، وقال إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا عام، ما قال إن من دخل مع صاحبه بعد أن انتهى الصلاة. ولهذا أنا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من رجل واحد أو يعتقدوا أنه معصوم من الخطأ، ما أحد معصوم. لا، لو كان أحد معصوما لكان أول من يعصم الصحابة رضي الله عنهم وهم يقع منهم الخطأ. فعلى كل حال الذي نرى أن إقامة الجماعة الثانية أنها من السنة، وأما جعل ذلك أمر راتبا فهذا هو الذي يكون من البدعة. كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة، مسجد الحرام مسجد مكة أربعة أئمة، إمام للحنابلة وإمام للشافعية وإمام للمالكية وإمام للحنفية. لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة وعلى الحجاز ألغى هذا، قال ما يمكن،
مسجد واحد يكون فيه أربعة أئمة هذا ما يصل.